إذن على بركة الله مشاهدينا الأوفياء، مشاهدين شوف تي في أينما كنتم داخل وخارج أرض الوطن، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا مرة أخرى في هذا البث المباشر من مدينة الدار البيضاء. كنتواجدوا في المدينة القديمة، حنا ماشي في طاطا ولا في المناطق اللي ضربها الفيضان، اللي بالمناسبة كنترحموا هذوك الناس كاملين اللي توفوا، الناس اللي عندهم أضرار حتى هما كنتمنوا لهم السلامة للجميع. ولكن حنا كنتواجدوا في المدينة القديمة، بعد ما تم ترحيل عدد كبير ديال الساكنين ديال المنطقة ديال المدينة القديمة، فلاحظوا معايا هذا العمل العشوائي، هذا عمل عشوائي. غير هذا الشيء اللي عطيناكم نقطة في بحر، هذا الشيء اللي غتشوفوا معنا من الكوارث ديال ضياع ديال المياه، يعني في زمن الجفاف، في زمن ترشيد المياه. لاحظوا معايا، لاحظوا معايا، هانتوما لاحظوا، شوف هاد الحالة كي دايرة، شوف، شوفوا معايا الحالة. أجي عطينا أخرين هنا، زيد غتشوفوا معايا هاد الحالة بعدا، عاد غادي ندوبها، هانتوما لاحظوا معايا. لاحظوا معايا هاد الحالة كي دايرة، شوف، شوف هاد الحالة هادي. ها هانتوما شوف، شوفوا هاد الحالة هادي كي دايرة، شوف، شوفوا هاد المياه اللي كطيع دابا، نشوف، شوفوا هاد المياه اللي كطيع هنا، هانتوما هذا ماء صالح للشرب كيضيع هنا. هنا السؤال كنطرحوه على المسؤولين، وكنطرحوه لأنه ما غاديش نتكلموا على مونتراكس، لأنه مونتراكس كتعطاه أوامر راه صافي كي عفط 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 عفط. ولكن هنا كنسولوا المسؤولين، زمن الجفاف، زمن ديال ترشيد المياه، واحد يعني اكيد الخطابات الملكيه الحمد لله هي مرجعيه بالنسبه لنا كمغاربه. ففي الخطاب الاخير ديال جلاله الملك او الخطابات الاخيره كلها تكلم على ترشيد المياه، وتعطات اوامر مباشره للداخليه، بدورها اللي تعطات اوامر على صعيد الجماعات والمقاطعات بترشيد هذه الماده الحيويه. فهنا ما يعني كما قلنا ما كتفهمش، ونعسوا، داروا هذه الكارثه ومشاو نعسوا، وزعما يعني جاكم النعاس هذا الشيء خليتوه بحال هذه الحاله هذه ومشيتوا تنعسوا. يعني لاحظوا معايا، عطيني مازال بانت لي كاين شي كوارث اخرى داخليه. عطيني كلها لا تكسب، كلها كنسمع الناس هربوا من الديور، الشفار دخلوا على عباد الله ديورهم. شتي هنا هادي رمز متابع الماء، شتي على الماء دايزه، شتي سدينا احنا بالحجره، هادشي سديتوه نتوما بالحجره، احنا اليوم هادشي هاد شتي هاد شو الماء، شو من الاول البارح، شتي هاد شو ها هو دايزه، شتي انت كارثه، راه كلشي قوي، ويجي الفرق عام لا لا بالله خليك، اللهم بعد على الاقرب. شوش راه ديز هو واخا تسدو، شو على فضيحه كي دايره، شو على فضيحه كي دايره، شو على فضيحه، شوف انا ما نقول زيد شو على فضيحه كي دايره، شوش زيد شوف هنايا، شوف الدروبه عباد الله دخلوا علينا، السراقه دخلوا على الناس داو لهم الحوايج، عباد الله مشيت لهم حوايجهم، الريبان كاين اللي داو لهم بيبان، كاين اللي كلهم شدوا لهم، شوف كل الدولة من الماء ديال ديارهم هما باقيين ساكنين، الماء هنا كيضيع، الماء كيضيع، هذا راه سادين على الحجرة، ها الماء كيضيع، راه هادو كاملين بيبان، هادو كلهم فرق عليهم الماء كلهم، شوف لا حول ولا قوة، شوف الماء غادي تحت الدار، شوف الماء كان مشفور، الماء كان تشفر ومشى الماء تحتو للدار، دابا راه التلينيونات ديال الماء اللي غادي يمشيو تحت الدار، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله.
هادشي هذا كاع ما تسوقوا ليهم هيا ما على بالهم. عندك هاي 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 لا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله ونعم الوكيل. دابا دابا عرفتي شكون المسؤول على هادشي؟ هما هاد الناس اللي داروا هاد هادشي وما ما داروش ليه واحد الدراسة. هادشي ما داروش ليه دراسة. حيت هادشي كون دار كون دارت ليه دراسة هادشي ما وقعش هادشي. عشوائي كارثة. السلام عليكم. السلام عليكم. كارثة. هادي. هادي شي في الدوله المكان دا ما عنده لا مال ولا السيد مسكين احنا مستافدين ما والو هاد انا معاك ما نستافدش راه معليش الوارد خان زاد طرحات حول ولا قوه الا بالله كيعيشوا على البنك جو علينا اللي كلشي محل هذا اللي باقي حول ولا قوه الا بالله تخلعوا مساكن وزحوجهم وزحوجهم ما عندهمش ولا شي يقول لهم غريبوا دابا واش بقاو حنا هنا كاع مثلا شوف وين خلاونا حوله رخلة هذا صونامي تضرب محمد عندي العنوان طوفان اسمع العنوان صونامي يطوف بيد محمد طوفان هذا الصونامي والله الله يلا الصونامي والله صونامي حق الله ساكينة هربوا عباد الله هربت من دون شلال شلال درب محمد يلا نمشي يا صاحبي هادي الفطوره اجي نضروا لهاد الطريق وعاود لينا على هاد الملك يضيع الله يحفظك هاكا خويا عاود لينا خويا على هاد الملك يضيع خذ من عنده داك الضو خذ من عنده داك الضو عاود لينا خويا بسم الله مرحبا عاودنا خويا على هذا
ما بغيتش صافي بارك على هادو راه كافي. يعني هاد الزنقه عندي شفتيها بعيني. يعني الا بانت العلامه لا فايده في التكرار. صافي لاش غنقولوا راه ماشي غير هادي راه بزاف البلايص. هاد الشيء الا بات من هنا للصباح ان شاء الله راه ملايين ملايين راه الملايين ديال الماء غتضيع اللي حنا ما غنلقاوها شيء في المستقبل ان شاء الله. واخا هادشي اللي كاين وسمحوا لي الله. مرحبا لا خليك معايا خليك مشاهدين شوف تي في كما سمعتوا معنا هنا هاد المسؤوليه كما قلنا شكون اللي كيتحملها هاد الماء اللي كيضيع هنا في منطقه المدينه القديمه بدرب حمان ودرب معيزي وهاد النواحي هاد الماء اللي كيضيع دابا شكون المسؤول عليه؟ واش الشركه ديال ليديك؟ واش الناس اللي عطاو الاوامر لهاد بهدم هاد الشهاده بدون انهم يتاخذوا الاجراءات الضروريه واللازمه لحمايه سواء الماء او الكهرباء؟ يعني العديد من الاسئله المطروحه في هذا الباب هذا. اذا اكيد لكم التعليق احنا من الصوره لكم التعليق مشاهدينا وفياء. شكرا لكم على حسن المتابعه. مرحبا مرحبا يا كريمه. مرحبا. الله يرحم لكم الوالدين. الله يرحم لكم الوالدين. الله يرحم لكم الوالدين. الا بغيتوا هذه الخطره هذه ديروا شي عمل تقنوا. مرحبا. هادشي اللي غادي نطلب منكم. مرحبا. اذا كما قلت شكرا لكم على حسن المتابعه. نلقاكم في بث مباشر اخر. كان معكم في التعليق مصطفى القرناوي من المدينه القديمه منطقه مشوف تيفي. وإلى اللقاء.